أنا وجهة نظري في خلال الثمان شهور أو السبع شهور الماضية، بالرغم من هذه الأصوات التي كانت ضد عملية المفاوضات، لكن المفاوضات حققت بعض النتائج، منها إطلاق سراح مجموعة من الأسرى، من قدام الأسرى الذين كانت إسرائيل تعتبرهم أن هؤلاء أيديهم ملطخة بالدماء وأنهم لن يروا الحياة. هذه القاعدة كسرت بالتفاوض السياسي، وكسرت إرادة إسرائيل وهزمت أيضا، وأصبح هؤلاء أحرار بين أهلهم وذوينهم وفي مجتمعهم. اليوم أيضا كسرت قاعدة جديدة، وهي اعتبار أن المقاومين من إخواننا في عرب 48 هي قضايا جنائية. اليوم كسرت هذه القاعدة الإسرائيلية أيضا، أجبر العدو الصهيوني على اعتبارهم هم أسرى حرب، وسيطلق سراحهم. هذه كله أيضا نتيجة عمل سياسي منظم وجهد تفاوضي منظم ووطني وشعبي. تمام. الآن المرحلة القادمة في قضية المفاوضات أيضا يوجد لها استحقاقات، وكما طرح الرئيس أبو مازن استحقاقاتها الإفراج عن ثلاثة من كبار الأسرى، الأخ المناضل مروان بربوطي، والأخ المناضل أحمد سعدات، والأخ المناضل الشوبكي. وبالتالي كل يوم يثبت المقاوم المفاوض الفلسطيني أنه يكسر ما يسمى بالمحرمات والخطوط الحمراء الإسرائيلية، وبهذا المقابل أيضا يحافظ على الثوابت الفلسطينية ولم ينحني أو يفرط بهذه الثوابت. وبالتالي نحن نأخذ في المعركة الدبلوماسية نجاحات ونسجل نقاط على صعيد دولي. أنا وجهة نظري، أنا أثق بالقيادة الفلسطينية، موقفها واضح وموقفها علني وموقفها وطني، والجماهير التي خرجت بالأمس لتبايع القيادة الفلسطينية تعي ذلك. وبالتالي أنا مع القيادة الفلسطينية ومع قرارها، سواء بتمديد المفاوضات أو بوقف المفاوضات، فهي صاحبة الكلمة، وهي صاحبة الدبلوماسية، وهي صاحبة الانتصار السياسي. يعني خطوة الذهاب للمفاوضات منذ بدء الأمر كانت خطوة فردية، وبالتالي لم يكن هنالك إجماع من الفصائل، ولم يكن إجماع شعبي في يعني كثير من الأوساط الشعبية على هذه الخطوة، ولكن ذهب الرئيس للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. ما لوحظ بعد ذلك أن هذه المفاوضات لم تكن على أرضية ثابتة، إسرائيل لم تلتزم، الاستيطان زاد بنسب ووتيرة أعلى، إسرائيل مارست عديد من هجماتها على الفلسطينيين في حين كانت يعني أو كان من المفترض أن تهيئ ظروف أفضل لأجواء المفاوضات. ما لوحظ أيضا أن الرئيس يعني ما خرج به من هذه المفاوضات كانت الثلاث دفعات من الأسرى القدامى، والآن يعني تمارس إسرائيل يعني دورها القذر كما هو معتاد في موضوع الإفراج عن الدفعة الرابعة. تدخلت واشنطن، لكن أعتقد يعني وإن صارت هذه الخطوة وإن أفرج عن الدفعة الرابعة، تبقى هذه المرة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تكن تحظى بإجماع شعبي، وأعتقد أنها كانت خطوة بالاتجاه الخطأ. حاول الرئيس في زيارته الأخيرة لواشنطن أن يعدل أو أن يغير في قواعد اللعبة بالمطالبة بالإفراج عن قادة مثل أحمد سعدات، مثل مروان البرغوثي وغيرهم، وهو يعلم يعني تمام العلم بأن إسرائيل لن توافق على هذه الأسماء. هدف هذه الخطوة كان بأن يخرج يعني من هذه المفاوضات بطريقة ترضي على الأقل الشعب الفلسطيني. لا أعتقد أن الخيار الصائب أن يكون هنالك تمديد لهذه المفاوضات، على الأقل أن إسرائيل لم تقدم للرئيس أو لم تقدم للجانب الفلسطيني وحتى للمجتمع الدولي ما يثبت أنها جدية في موضوع المفاوضات، مع كل هذا الصخب الإعلامي والعسكري الإسرائيلي عن عدوان على غزة، عن تضييق على الفلسطينيين. بالتالي أرى أن موضوع الذهاب إلى المفاوضات كان منذ بدء الأمر وحتى منتصف الطريق ونحن على وشك أن ننتهي كانت خطوة خاطئة تماما. يعني على مدار عقدين من الزمن لم تكن أو كانت المفاوضات عبثية، ووصلت في كل مراحلها وكل لقاءاتها إلى نتائج غير مرجوة. اليوم المفاوضات ليست عبثية، هناك ما يحضر وما يطبخ في المطبخ الأمريكي، هناك خطة كيري لتسوية هذه الخطة ستفرض أعتقد على الفلسطينيين فرض، وهي يعني تتبنى المصالح الإسرائيلية. لا وجود للحيادية الأمريكية في هذه المفاوضات لأنها تتبنى المصالح الأمريكية، مصالح دولة الاحتلال، في عدة مطالب أبرزها الاعتراف بيهودية الدولة وضم الأغوار، وهذا يجري وسط استمرار لعمليات التهويد والاستيطان في القدس المحتلة وجرائم وممارسات الاحتلال بحق كل ما هو فلسطيني، بحق البشر والشجر، وكل يعني هذه الجرائم وهذه الممارسات يجب أن يتوقف أمامها المفاوض الفلسطيني ويعيد النظر ولا يخطئ مرة أخرى.
أخرى أمام يعني هذه الخطط التي تهدف وترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية. اليوم يعني هناك أسئلة كثيرة تدار حول هذا الموضوع، إلى أي مدى ستحقق نتائج هذه المفاوضات، إلى أي مدى سيقبل الشارع الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في حال تم تمديد المفاوضات بعد اللقاء الذي جرى في واشنطن بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي باراك أوباما، دخول الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هذا الخط، وإلى أي مدى أيضا سيتم وسيكون هناك يعني حيادية أمريكية أو تقبل أمريكي لرفض الطرفين سواء الجانب الإسرائيلي والأمريكي. أعتقد أن من البداية كان خطأ كبير من قبل القيادة الفلسطينية المتنفذة بقرارها بالذهاب إلى المفاوضات وعدم اتباع والنظر في الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض، وهناك أوساط فلسطينية كبيرة وكثيرة في الشارع والفصائل رافضة لهذه المفاوضات التي لن يعني توصل إلا إلى مزيد من التنازل. أنا أعتقد أن هذه المفاوضات غير مجدية وغير حقيقية، هي مضيعة للوقت إن لم تكن مضرة جدا يعني للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. المفاوضات كل دقيقة بتمر في المفاوضات بقابلها نهش في الاستيطان، ينهش في الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة. هذا بالنسبة للمفاوضات. أما المفاوضات هل لها جدوى؟ نعتقد أن هذه المفاوضات غير مجدية لسبب بسيط، بأن المفاوض الفلسطيني يفاوض من موقف ضعف، والذي يفاوض من موقف ضعف أو لا يمتلك أوراق القوة لا يستطيع أن يحصل على شيء في هذه المفاوضات. إسرائيل وأمريكا هم من يقودون المفاوضات، وأيضا خلفهم دول الغرب، وأعتقد أن الجميع يعني متماهي مع القضية الإسرائيلية وليس مع الموقف الفلسطيني. وكما ترى الوضع العربي سيء جدا، والموقف الفلسطيني لا يحسد عليه. فأعتقد أن جدوى هذه المفاوضات في هذه اللحظة وفي هذه التوقيت غير مجدية. في الحالي ناشد القيادة الفلسطينية تمد يدها للمصالحة من وجهة نظر أبدأ من هذه المفاوضات. الإسرائيلية هي مفاوضات بنيت على أساس تدخل أمريكي كوسيط أمريكي، وذلك لإنهاء هذا الصراع الممتد عبر السنوات وعشرات السنوات الماضية. كل مفاوضات لها هدف، الهدف الفلسطيني من هذه المفاوضات هو الوصول إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، القدس الشرقية، وأيضا على حدود 1967. الآن هذه المفاوضات تأخذ منحليات ومنعطفات وأيضا تواجهها عقبات كثيرة، بالتالي المفاوضات هي وسيلة لا تخدم الحق الفلسطيني في حال تمطرست إسرائيل خلف إضاعة الوقت وتمديد المفاوضات إلى ما لا نهاية. ولذلك فنحن كفلسطينيين واضحين تماما في هذا الجانب أنه لسنا مع تمديد المفاوضات ما لم يكن هناك أسس حقيقية تنتهي بها مدة هذه المفاوضات الحالية، أي بمعنى أنه في حال عدم الاعتراف الإسرائيلي بالحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية، وأن يكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود 67، أو عدم وجود جندي إسرائيل على هذه الأرض الفلسطينية، وأن تكون كاملة السيادة في بحرها وبرها ومائها وعلاقاتها الدولية، وبالتالي مزيد من الوقت لهذه المفاوضات لن يخدم القضية الفلسطينية.